Bonsoir mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Retro Sport qu'on va consacrer encore une fois au basketball, une finale assez spéciale entre le Mulia d'Alger et l'IRB Octa, l'ex-DNC de l'année 1989. Pourquoi c'est spécial? Puisque nous allons retrouver notre cher regretté Hassan Malki qui nous a quitté la semaine dernière et qui n'a pas résisté au virus Corona. Une finale palpitante qui a tenu toutes ses promesses. Je ne vous donne pas le résultat, je vous laisse plutôt suivre cette belle finale sur Canal Algérie. Et puis n'oubliez pas, respectez les consignes de confinement. Allez, bonne soirée. أيها السادة والسيدات أصدقائي الرياضيين، مساء الخير وأهلا وسهلا بكم معنا في هذا الدور النهائي من كأس الجمهورية. النهائي راح يجمع كل من فريق مولودية الجزائر وفريق اتحاد البناء. تشكيلة الفريقين بالنسبة لفريق مولودية الجزائر: مزوان محمود رقم 5، زين إدريس رقم 6، مالكي رقم 7، جريدي رقم 8، سالم كور جمال رقم 10، أكتوف فيصل 11، أكتوف كمال رقم 12، سليماني مراد رقم 13، دحمون رابح رقم 14، والشيح عبد الرحمن رقم 9. يدرب الفريق سيد حمو بن شمام ويساعده العماري كمال. تشكيلة الفريقين: فريق الاتحاد الرياضي البناء رقم 5 زين محمود، رقم 6 بلوح أحمد، رقم 7 سخي عاشور، 9 حوري يوسف، 10 يحيى محمد، 11 معالي جعفر، 12 بلال محمد، 13 قديمي صالح، 14 بن مؤمن فتحي، ورقم 15 مستغلمي كريم. المدرب السيد طراي رابح. التحكيم هو للثنائي طالبي وزواوي، حكمين فيدراليين. أول مقابلة لهم في هذا الدور النهائي من كأس الجمهورية، حيث خرجنا على العادة وما يحكمش هذه المقابلة حكام دوليين. الحكام يراهم في طاولة الملاحظة، ذكر من بينهم السيد ششوة، كذلك بوفنيق، إلى جانب حكام آخرون جعفر بن مريجا وجديدي كذلك. إذا راح نحضر إلى لقاء في القمة، باعتبار أن فريق الاتحاد الرياضي للبناء فاز باللقب، لقب الموسم، في حين أن فريق مولودية العاصمة يحاول استرجاع ما فات بحيث خرج من البطولة من الفرق لتلعب على اللقب. وأول سلة من أكتوف فيصل لصالح فريق مولودية العاصمة. إذا تسجل السلة زائد الرمية الحرة. أكتوف فيصل مترا 93، لاعب قوي في صفوف فريق مولودية العاصمة. بلال ضيع منه بلال وصراع تحت السلة. قديبي ثم مستغلمي كموزع الآن. قديبي وبلال، دور كبير ينتظر بلال في الهجوم، وأول خطأ في صفوف فريق مولودية العاصمة من طرف مالكي أحسن. مستغنمي كريم وصراع بين قديوي وسليماني مراد ثم قديوي، وخطأ، خطأ من زين إدريس، الخطأ الثاني في صفوف فريق مولودية العاصمة. النتيجة دائما سلة لصالح المولودية والصفر، 2-0 لصالح فريق المولودية، ورمية حرة لقديوي يسجل هذه الرمية. قديوي صالح متر و78، زين دريس إلى سليماني مراد اللي ينتظر منه الكثير في هذه المقابلة، سواء في توزيع الكرات أو القيام بالهجومات. مستغلمي كريم إلى قديمي ومحاولة تهديئ اللعب من قديمي، وحصار مشدد الآن
على اللاعب يحيى محمد اللاعب الخطير في صفوف فريق الاتحاد الرياضي للبناء ومالك حسن. كرة لصالح فريق البناء. يحيى محمد حصار مشد عليه من طرف زين دريس من تحت السلة الروبون الدفاعي. مالك حسن ثم سليماني مراد. زين دريس كموزع تبادل المناصب بين زين دريس وسليماني مراد وتضيع الكرة من فريق المولودية. يحيى محمد محاولة بثلاث نقاط فاشلة ثم استرجاع الكرة تحت السلة. يحيى إلى قديوي محاولة بثلاث نقاط من قديوي وفاشلة. المحاولة الثانية الفاشلة بثلاث نقاط في صفوف الاتحاد الرياضي للبناء. ثم سليماني مراد يسجل النقطة الرابعة 4-1 لصالح فريق مولودية الجزائر. سليماني مراد وأمام يحيى محمد وكذلك مستغانمي كريم. وزع كرة جميلة إلى أكتوف فيصل لم يستغلش ثم أخطاء متعددة من فريق الاتحاد الرياضي للبناء وسلة. سلة ثالثة وست نقاط 6-1 لصالح فريق مولودية العاصمة. وقت مستقطع يطلب فريق الاتحاد الرياضي للبناء وهذا طبيعي باعتبار ان النتيجه هي لصالح المولوديه الان. جانب الاتحاد الذي بان المدرب طراي ربح لاعب دولي قديم كذلك كان لعب مع فريق السكك الحديديه للعاصمه وفريق المولوديه مع حمو بتشمام لاعب دولي كذلك والعماري ليساعدوا في المهمة. أمامنا العماري كمال يحيى محمد وحراسة دائما مشددة عليه من طرف زين دريس ورغم ذلك استطاع فريق او اللاعب يحيى محمد باش يخرج من الحصار اللي كان شد عليه اللاعب زين دريس و 6-3 في النتيجه. اكتوف كمال بعد مضي 4 دقائق ثم قديوي علي جعفر يقلص الفارق الآن ومحاولة بثلاث نقاط من مالك ناجحة. أول محاولة بثلاث نقاط ناجحة في هذه المقابلة ومن اللاعب مالك حسن. 11-5 في النتيجة ويحيى محمد وخطأ من زين دريس الخطأ الثالث لفريق مولودية العاصمة حين أن فريق الاتحاد الرياضي مرتكب لخطأ واحد. ولحد الآن قلت الربون الدفاعي ناجح لفريق مولودية العاصمة لينطلق في هجمات معاكسة. 13-5 ذكر أن فريق المولودية فاز بالكأس الجمهورية 3 مرات في المواسم 82-83 84-85 ثم 85 و 85-86 إذا سجل حافل لفريق المولودية في حين أن فريق الاتحاد الرياضي للبناء فاز بالكأس مرة واحدة سنة 74 حين كانت ديناميكية البناء الاسم القديم للاتحاد الرياضي للبناء حيث وصل إلى الدور النهائي 5 مرات وما فازش بالكأس. وصل سنة 76 80 84 و 86.
مالكي أكتوف كمال سليماني مراد أمامه يحيى محمد ومحاولة فاشلة بثلاث نقاط من سليماني مراد وخطأ خطأ من فيديوي على مالكي أحسن. مستغلمي إلى قديوي. شوف عملية توزيع أحيانا قديوي مستغلمي أو يحيى محمد. يحيى محمد يتحرك كثير والمدرب ترى يلعبه كأنه غير راضي على النتيجة المسجلة لحد الآن وهي 13-7 لصالح فريق مولودية الجزائر بعد مضي 6 دقائق لعب. مستغلمي إلى بلال. بلال مستغلمي من جديد بكل رزانة وبكل هدوء مستغلمي سجل النقطة 9. سليماني سليماني ويحيى محمد. إذن تسجل هذه المحاولة زائد الخطأ. 15-9 ثم محاولة رمية حرة لسليماني مراد. 16-9 يحيى محمد محاولة بثلاث نقاط فاشلة. ثم الهجمات المعاكسة للفريق المولودية وكريم مستغلمي. كريم يرتكب خطأ أمامنا مستغلمي رقم 15. مستغلمي إلى قديوي صلاح. قديوي صلاح 11-16 سليماني. سليماني دائما أمامه يحيى محمد تحت السلة كل قوة. مالكي مالكي يقوم بدور كبير سواء في الدفاع أو في الهجوم. شوف الأخطاء المتعددة اللي يرتكبها الفريق الاتحاد الرياضي البناء وتكلفوا سلات سيما التمريرات السيئة. بلال تحت سلة قوي. بلال محمد عنصر دولي. سليماني لاكتوف فيصل. شوف تحت سلة ثم سليماني من جديد يسجل. قلت سليماني مراد يقوم دور كبير سواء في توزيع الكرات أي في عملية الدفاع ثم كذلك العمليات الهجومية. شوف الدور اللي يقوم به. محاولة تهدئ اللعب والانطلاق من جديد. فريق الاتحاد الرياضي للبناء يعاني في هذه الدقائق الأولى حوالي 9 دقائق من اللعب والنتيجة دائما لصالح فريق المولودية 22-13. ثم مالكي تحت السلة. إذن مستغلمي يرتكب أخطاء متعددة لحد الآن هذا ربما راح يحدث تغيير في صفوف الاتحاد الرياضي للبناء. يخرج يحيى محمد ويخلف اللاعب سخي عاشور. إذن رمية حرة لمالكي حسن. مستغلمي. مستغلمي سخي. سخي عاشور قديوي. قديوي مستغلمي من جديد.
ويسجل اللاعب مصطفى غنمي 24-15 في النتيجة. 9 دقائق لعب بالضبط. أكتوف كمال والتصدي، تصدي من اللاعب بلال محمد. زين ادريس وما توصلش الكرة الى ملك سخي عاشور. مستغلمي الى سخي من جديد، الرجوع الى الوراء. سخي، سخي الى قديوي. سخي عاشور يتحول الى موزع الان. شوف عمليه التوزيع تدور بين 3 لاعبين في صفوف الاتحاد الاردني في هذه الاثناء، بين سخي عاشور، قديوي ومستغلمي. زين ادريس ينطلق في هجوم معاكس والنقطة 26-15 سهولة تامة يسجل بها فريق البلودية النقاط في الهجمات المعاكسة. فريق الاتحاد البناء ينقص لاعب قوي اليوم، اللاعب أشيد كريم المصاب، وهذا دائما في غياب الإخوة الشويحة المعاقبين من طرف الاتحادية الجزائرية لكرة السلة، الإخوة فؤاد، يوسف وعز الدين. بلال يوجد صعوبة كبيرة اليوم في التسديد. نعرف أن بلال لاعب قوي سواء في الهجوم أو الدفاع. قديمي، سخي عاشور وصراع تحت السلة ثم الخطأ، الخطأ من قديمي. قديمي على أكتوف كمال، الخطأ السابع في صفوف الاتحاد الرياضي للبناء، في حين ان فريق المولودية مرتكب ل5 أخطاء فنية فقط. سليماني، سليماني مراد الى سالم كور جمال، يدخل منذ لحظات. مالكي، سالم كور يعوض زين ادريس تحت السلة. اكتوف يسجل النقطة 28. يحيى محمد يعود من جديد، يحيى ثم سخي عاشور الى معالي جعفر، وجميله تمريره جميله من سخي عاشور الى معالي جعفر وخطا، خطا من اكتوف كمال رقم 12. تغيير في صفوف الاتحاد الرياضي، يخرج قديبي يعود مستغلمي. إذن تغييرات الدور في عملية التوزيع في صفوف الاتحاد الرياضي لبناء، حيث شوف تغيير دور حول اللاعبين مستغلمي، يحيى محمد، سخي عاشور وقديوي. ٢٧-28 في النتيجة. أكتوف كمال كريم مستغنمي، إذا ما فيش عودة إلى المنطقة، كل الحكم زواوي. سخي عاشور وصراع تحت السلة وكرة لصالح الاتحاد الرياضي للبناء. سخي عاشور مستغنمي، غريبة من بلال اليوم. لو كان اللاعب اليوم أشيت كريم لقام المدرب الراي رباح بتغيير اللاعب بلال في هذه الأثناء. بلال يرتكب أخطاء متعددة في الهجوم،
يحيى محمد جميلة إلى معالي جعفر، ثم يحيى محمد محاولة بثلاث نقاط ناجحة وأول محاولة بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي لبناء بعد محاولة مالكي بالنسبة للمولودية. إذن 28-20 ودائما لصالح فريق المولودية، ثمان نقاط تفصل الفريقين. إذن عملية 1+1 لصالح فريق المولودية، ينجح في المحاولة الأولى أن يسمح له بتسديد الرمية الثانية اللاعب مالكي. 29-20 ثم يخفق في المحاولة الثانية ويحيى محمد إلى مستغلمي. مستغلمي يحيى محمد، دائما الحراسة مشددة على يحيى محمد وسالم كور. دائما يبحث عن الخطأ اللاعب يحيى محمد ويخرج بالحصار اللي شدوا عليه سواء زين ادريس في بدايه المقابله، ثم في هذه الاثناء اللاعب سالم كور اللي عوض اللاعب زين ادريس. يحيى محمد ثم الخطا. رميتين حرتين لصالح فريق الاتحاد الرياضي البلا ولصالح اللاعب يحيى محمد. يحيى محمد من مواليد 1967، متر و76 هذا اللاعب، كان في الموسم الماضي في صفوف وداد بوفريك. لن ينجح في المحاولتين، اكتف فيصل وفي خطا من معالي جعفر. في حديث بين الحكم زواوي واللاعب مالكي حسن حول هذا الخطا. العملية 1+1 لأكتوف فيصل، في حالة ما إذا سجل المحاولة الأولى يسمح له بالتنفيذ المحاولة الثانية، وفي حالة إخفاق يستأنف اللاعب. إذن بعد ما سجل المحاولة الأولى يسمح له بتنفيذ الرمية الثانية، والنتيجة 30-22 فرق 8 نقاط، ثم 31-22 قبل نهاية الشوط الأول بست دقائق وأربعين ثانية. مستغلمي إلى سخي عاشور، سخي معالي جعفر وفيه خطأ، فيه خطأ تحت السلة من اللاعب أكتوف فيصل، وعملية 1+1 لفريق الاتحاد الرياضي للبناء. بلال في التنفيذ، يخفق اللاعب بلال، قلت بداية غير حسنة لفريق الاتحاد الرياضي بنا وكذلك للاعب بلال محمد، وخطأ من مستغني. راح نحضر إلى عملية 1+1 لصالح فريق المولودية في هذه الأثناء، وهذا بعد ارتكاب لفريق الاتحاد الرياضي لأكثر من 8 أخطاء فنية. نعرف قوانين كرة السلة، بعد الخطأ الثامن تجرى عملية 1+1 للفريق المنافس. 33-22 مستغلمي إلى معالي جعفر، زين دريس، سليماني مراد، تمريرة جميلة إلى أكتوف فيصل ثم زين دريس، أكتوف كمال،
زين دريس محاولة بثلاث نقاط فاشلة. وسخي عاشور حاول يدخل سخي عاشور إلى يحيى محمد. و 24-33 بلال سليماني مراد وفي خطأ من مستغنمي. الخطأ الرابع للاعب مستغنمي. ظل خطأ فني واحد ويخرج نهائيا من الميدان. وفي هذه الأثناء يقوم المدرب طراي رابح بإخراج اللاعب مستغنمي وإدخال بلوح. خمسة وثلاثين أربعة وعشرين. نقاش في طاولة التحكيم حول التغيير. بلوح يحيى محمد سخي عاشور سخي من جديد استرجع الكرة ثم بلل وملكي زين إدريس ملكي حسن سليماني الى ملكي وخطا فيه خطا من سخي عاشور تحت السله على ملكي وتغيير ووقت مستقطع يطلب المدرب الراي رابح من الاتحاد الرياضي للبناء حتدخل بن مؤمن ويخرج اللاعب بلال قلت بلال ما قامش بدور كبير في بدايه الشوط الاول هذا من يسانى في اللعب بعد الوقت المستقطع اللي طلبه فريق الاتحاد الرياضي للبناء بالرمية الحرة لملكي وبالمؤمن تحت السلة بلوح من أقدم العناصر اللاعب بلوح من مواليد 58 بن مؤمن سخي عاشور سخي بلوح الى معالي جعفر سخي من جديد ثم تحت السله كره لصالح فريق المنوديه سليماني الى اكتوف فيصل زين دريس شوف الحراسة المشددة على سليماني مراد أحيانا من يحيى محمد ثم بلوح ملكي ومحاولة جميلة نقطتين 37-24 بلوح ومحاولة بثلاث نقاط فاشلة لكن تحت السلة معالي جعفر. زين دريس وأمامه يحيى محمد مالكي سليماني مراد ثم أمامه بلوح
مالكي. ودخول سهل بالنسبة لأكتوف فيصل، 39-26، 17 دقيقة من اللعب. سخي عاشور بلوح بالمومن، سجل بالمومن. لاعب أقحم في الآونة الأخيرة في صفوف الاتحاد الرياضي للبناء. سليماني، دخول غير ناجح لسليماني مراد. يحيى محمد بلوح، وكرة لصالح فريق الاتحاد الرياضي للبناء. 39-28، وفي هذه الأثناء يطلب المدرب حمو بن شمام وقت مستقطع لفريق المولودية بعد هذه الاستفاقة الطفيفة لفريق الاتحاد الرياضي للبناء. استأنف اللاعب ويحيى محمد. يحيى وحصار مشدد بلوح، يحيى محمد ومحاولة بثلاث نقاط فاشلة. سليماني، وينجح سليماني في هذه المحاولة. 41-28، 18 دقيقة لعب، دقيقتين عن نهاية الشوط الأول. زين دريس ثم مالكي، وفيه خطأ، فيه خطأ من لاعب حوري يوسف، دخل منذ لحظات في صفوف الاتحاد الرياضي للبناء. مالكي يخفق في المحاولة الأولى. وكذلك في المحاولة الثانية تحت السلة اللاعب بن مومن. بلوح، بلوح إلى بن مومن، ترجع الكرة إلى بلوح من جديد. المحاولة بثلاث نقاط ناجحة من بلوح. واحد واربعين واحد وثلاثين، وخروج الآن معالي جعفر يعوض اللاعب بلال محمد. معالي جعفر رقم 11. سليماني، سليماني وفيه خطأ من بلوح. المحاولة أولى فاشلة وثانية كذلك. حوري تحت السلة، إلى بلوح، بلوح إلى حوري، حوري إلى يحيى محمد. يحيى وينجح يحيى في هذه المحاولة. 33-41، استفاقة طفيفة لفريق الاتحاد الرياضي للبناء في هذه الأثناء. ومالك يحسن في المحاولة بثلاث نقاط ناجحة. المحاولة الثانية لمالكي ولفريق المولودية. فريق المولودية سجل محاولتين بثلاث نقاط من مالكي، حين أن فريق الاتحاد الرياضي للبناء سجل هو الآخر محاولتين، الأولى عن طريق يحيى والثانية عن طريق بلوح.
عملية واحد زائد واحد بعد ارتكاب ملكي خطأ فني يحيى محمد، محاولة أولى ناجحة، 44-34 فرق 10 نقاط ودائما لصالح فريق المنودية. تعاد الرمية بعد دخول أحد لاعبي فريق المنودية قبل أن تلمس الكرة السلة. 35-44، 39 ثانية عن نهاية الشوط الأول. سليماني ملكي حاول يدخل، ملكي فيه مشي بالكرة يقول الحكم زواوي. بلوح بلا لمحمد، بلوح من جديد يحيى محمد، وكرة كرة دائما لصالح الاتحاد الرياضي البناء بعد ما لمست اللاعب أكتوف فيصل. يحيى محمد صراع تحت السلة بالمومن وخطأ يرتكب عليه من اللاعب شياح عبد الرحمن رقم 9. الوقت الرسمي للشوط الأول ينتهي، من بعد تسديد هذه العملية عملية واحد زائد واحد راح ينتهي الشوط الأول بالفعل لصف الحكمان زواوي وطلبي عن النهاية. نهاية الشوط الأول ينتهي لصالح المولودية بنتيجة 44-35. نعود بحضراتكم أيها السادة والسيدات مع الشوط الثاني من لقاء الاتحاد الرياضي للبناء وفريق مولودية الجزائر في هذا الدور النهائي من كأس الجمهورية وأول سلة من بلال محمد. الشوط الأول تركناه لصالح فريق المولودية 44-35، وفيه توقيف للعب في هذه الأثناء حيث نشاهد سقوط سليماني مراد. شوف سقوط سليماني مراد، والآن تراي رابح. ونغتنم هذه الفرصة لتقديم جمهورنا الكريم السيد عبد الهادي غني عن كل تعريف في مجال كرة السلة، ربما تحليل طفيف للشوط الأول اللي انتهى لصالح فريق المولودية. نظن أن الفريقين كانوا كلهم متعصبين، كان تسرع من كلا الطرفين، هذه أولا. وثانيا أظن وربي يسمح لي، لأن الأخ تراي نظن عمل غلطة كبيرة فحشة في ميدان الدفاعي، كان يمكن له من الدقيقة العاشرة يغير نوع الدفاع وكان يرجعوا منطقي، لأنه الغالب اللاعبين تاعهم عندهم ثلاث غلطات أو ربع غلطات، وهذا ما ساهلش الأمور الآن تاع تراي في الشوط الثاني، هذا بصفة عامة. إذن ربما الخطأ الدفاعي، نشوف تراي رابح كان يعتمد في الدفاع على كل من يحيى سخي عاشور قديوي، وقديوي شفناه في نهاية الشوط الأول ما أقحموش المدرب تراي رابح. إيه هذيك اللي عملها، أنا نقول غلطة فاحشة، كان الدقيقة العاشرة كان يغير الصفة، لأن عنده الإمكانيات في الشوط الثاني باش يعمل هذاك نوع الدفاع يقولوا له زون بريس، كان يمكن له باش يغير، وهذا المدرب ضروري باش كل مرة يغير من الدفاع الفردي يغيروا الدفاع منطقي، ومن الدفاع المنطقي يغيروا الدفاع الفردي، وهذا نظن قاعد مستمر هذا النوع الدفاع، وبالخصوص لما نعرف باللي المولودية نفس العاصمة ما عندهمش لاعبين اللي عندهم القذافات من بعيد باستثناء ملكي، كان يسهل الأمور ويمكن لهم باش يعملوا الهجومات المضادة، وكانت هي السلاح الكبير اللي عند فرق تاع تراي.
ونشوف فريق المولودية يعتمد اليوم على الهجمات المعاكسة واغتنم فرص معناها التسديد أو التمرير السيء لفريق الاتحاد الغربي. طبعا كانوا متعصبين كلهم أولا في بداية المباراة في بداية الشوط الأول، ومن بعد وقع تسرع والقذفات ما كانوش في المستوى، وكان يسهل الأمور نتاع الدفاع مولودية نفط العاصمة اللي كان هما اللي كانوا تقال في اللعب نتاعهم، هما عندهم اللعب شوية منظم على 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 تاع الفريق تاع تراي، وكان هما اللي باش يسهلوا الأمور تاعهم، خوف قذفات عندهم من بعيد ويسهلوا الامور تاع بالخصوص الهجوم المضاد. نشوفوا الان وقت مستقطع طلبه فريق المولوديه بعد الانطلاقه القويه لفريق الاتحاد الرياضي بنا في بدايه الشوط الثاني هذا، والنتيجه 46-41، اي فرق 5 نقاط فقط يفصل الفريقين بعد مضي حوالي دقيقتين من اللعب. طبعا ولكن ما ننساوش باللي مباراه الشوط الثاني في 20 دقيقه لعب، واكرر مره اخرى لان اللاعبين ممتازين الان عند تراي كلهم عندهم 3 غلطات 4 غلطات، ولهذا غادي يأثر عليهم في اخر مباراه. مثل مستغلمي مثل قديوي، ولهذا نظن وايضا هذاك رقم 12 الان نظن ما راهش في المستوى، وهذا رجع اظن هذا على حسب نظري نتاعي على الموسم السنوي هذا كان شويه طويل وكان مستقطع بزاف، والان لاعبين ما يمكنهمش ابدا يكونوا في المستوى المطلوب، وكان ضروري التراي باش يريح شويه بعض اللاعبين طول المباراه اللي كانت طويله في هذه السنه اظن. شكرا سي عبد الهادي على هذه الملاحظات حول اللقاء النهائي هذا بين الاتحاد الرياضي للبناء وفريق المولوديه. فريق المولوديه اللي متفوق لحد الان بفارق 5 نقاط 46-41. ربما هل ستنقلب الاوضاع في الشوط الثاني ام لا؟ هذا ما راح نحضره طوال الفتره اللي بقات من الشوط الثاني والمقابله. سليماني مراد وامامه قديوي، حصار مشدد على سليماني مراد من طرف قديوي او يحيى محمد. شوف ربما احيانا الاخطاء راح يرتكبها معالي جعفر عند الحراسه المشدده على اكتوف فيس، وفيه خطا من قديوي. هذا برهان قاطع لانه الان نشوفوا الا سليماني او اللاعبين الصغار اللي راهم يسجلوا الاصابات، اللاعبين محورين كاخوان اكتوف الان راهم يديروا يوجدوا واحد اللعب جماعي اللي يسهلوا الامور لهذوك الصغار زي سليماني او رقم 5 باش يدخلوا عندهم باش يدخلوا في البقعه هناك بكل سهوله، ولهذا وكان يديروا وكان يرجع المنطقه الدفاع المنطقي اظن يقدروا يصعبوا المولوديه للهجوم نتاعهم. معنى هذا ان فريق المولوديه يعتمد كثيرا على الريبون الدفاعي المتكون من الاخوين اكتوف كمال وفيصل، كذلك يقوموا بدور كبير في الهجمات. هذا بعد ما يتلقاوا كرات من سليماني مراد او زين دريس. قديوي وحراسه مشدده عليه من زين دريس، وتضيع منه الكره قديوي بعد التسرع في اللعب. قديوي نعرفه لاعب قوي ويقوم احيانا بدور كبير في المقابلات، لكن لحد الان ما شفناش قديوي كعادته وفي المقابلات مثل بلال محمد رقم 12 وكذلك معالي جعفر. ربما الارهاق ظهر على لاعبي الاتحاد الرياضي للبناء. فيه رميتين حرتين. لأكتوف كمال. المحاولة الأولى ناجحة. أكتوف كمال رقم 12. 32 سنة ونصف.
يحيى محمد باستثناء المحاولتين بثلاث نقاط في الشوط الأول ما استطاعش باش يقوم بدور كبير لحد الآن. قدوي سجل قدوي استفاقة هذا اللاعب 49-43 قدوي من جديد 45-49 ثم محاولة تهدئة اللاعب في صفوف المولودية وسليماني مراد دائما في التوزيع سليماني أكتوف فيصل زين دريس سليماني أو ملكي حسن وكرة للاتحاد الراغبين قديوي يحيى محمد يحيى محمد ضيع من الكرة وسليماني مراد إلى أكتوف فيصل تحت السلة بلال بلال وخطأ فعلا فيه خطأ من أكتوف فيصل الشوط الثاني أحسن من الشوط الأول وأظن مرة أخرى الأخ تراي ارتكب غلطة أخرى طلب وقت مستقطع لما نشوفه الآن الفريق نتاعو الآن كانت عنده أكثر حيوية في اللعب وهذا غادي يسهل ايضا مره اخرى الامور لمولوديه نفط العاصمه كان واجب على بن شمال مولود المدرب تاع مولوديه نفط اللي يطلب وقت مستقطع وليس تراي رابح نظن يسهل الامور لفرقه مولوديه نفط العاصمه فعلا احيانا كما تكون ويكون الفريق متفوق في النتيجه فيترك المدرب لاعبيه على نفس النسق وعلى نفس الريتم وعدم تكسير هذه الخطه إذن يستأنف هكذا اللاعب ويحيى محمد اللاعب بلال تحت السلة تمريرة جميلة من يحيى محمد وبلال يقلص الفارق إلى نقطتين فقط 49-47 سليماني سليماني إلى أكتوف فيصل أكتوف فيصل إلى كمال سليماني مراد وأمامه قديوي قديوي أكتوف فيصل حراسة مشددة على كل لاعب وهنا نلاحظ غياب قاعدة 30 ثانية في هذا الدور النهائي وهذا شيء مؤسف جدا في مقابلة نهائية من كأس الجمهورية طبعا القانون يفرض باش يكون هذاك الآلة نتاع 30 ثانية ويقدر يغير سيرة المباراة مهما تكون فرق مفوقة على الأخرى وهذا نظن ما يمكنش ما يسمحش أبدا للفيدرالية باش تسير على هذا على هذه الطريقه هذه لكن رغم ما طلبنا مرارا من الاتحاديه بوضع هذه القاعده ل 30 ثانيه ربما منذ بدايه الموسم لحد الان ما شفناش 30 ثانيه قاعده 30 ثانيه موجوده في حين نجد مثلا في قصر الرياضه بوهران موجود اله 30 ثانيه كان بامكان استلافها من قصر الرياضه والاتيان بها لقاعه حرشالي هذا الدور النهائي المهم ان النتيجه الان متعادله 49-49 و13 دقيقه و26 ثانيه عن نهايه الشوط الثاني والمقابله وكان اللقاء راح ينطلق من جديد بين الفريقين فريق الاتحاد الرياضي للبناء وفريق مولوديه العاصمه. زين دريس زين الى ملكي ملكي محاوله بثلاث نقاط ناجحه لحد الآن مالكي اللاعب الوحيد لينجح في المحاولة بثلاث نقاط وكذلك يحيى محمد في صفوف الاتحاد الرياضي للبناء النتيجة متعددة 52-52 إذن حيوية الآن في اللعب وكذلك في مدرجات قاعة حرشة زين دريس زين إلى مالكي
مالكي وفيه خطا من يحيى محمد. خطا من يحيى محمد وكره لصالح فريق مولوديه الجزائر. سليماني مراد وامامه قيدوي. محاوله فاشله وكره لصالح فريق الاتحاد الرياضي للبناء. يحيى محمد وكره لفريق مولوديه العاصمه بعد ما كان بلال. بعد ما كان خارج الملعب الارضيه تحت سله ملكي الى كتوف وفيه خطا زائد المحاوله هذه. اذا تسجل الرميه 54-52 زائد رميه حره للاعب اكتوف فيصل. اكتوف فيصل 27 سنة ونصف متر و93. قدوي هدأ من اللعب إلى سخي عاشور. سخي عاشور يدخل بالكرة إلى يحيى أو بلال محمد. 54-54 زائد رمية حرة لبلال محمد. يستفيق اللاعب بلال في هذا الشوط الثاني بعد الانطلاقة السيئة في الشوط الأول. خمسة وخمسين 54 وأول تفوق لفريق الاتحاد الرياضي للبناء في هذه المقابلة النهائية من كأس الجمهورية. سليماني ومشي بالكرة هو السيد طالبي. سخي عاشور. سخي إلى بلال. سخي من جديد. سخي ومحاولة بثلاث نقاط فاشلة تحت السلة اللاعب قديوي. قديوي سخي عاشور. يحيى محمد. يحيى محاولة بثلاث نقاط فاشلة. إذن استفاقة ملحوظة لفريق الاتحاد الرياضي للبناء اللي راه متفوق في النتيجة في هذه الأثناء 55-54 بعد مضي 9 دقائق من لعب من الشوط الثاني. زين إدريس إلى أكتوف فيصل أو أكتوف كمال. سليماني زين إدريس ضيع منهم الكرة. قديوي سخي عاشور. سخي وفيه خطأ من مالكي. مالكي وكأنه غير راضي عن المردود فريق المولودية في هذه الأثناء. فريق المولودية اللي راه منهزم وفيه تغيير الآن. راح يدخل اللاعب جريدي رقم 8 ويخرج سليماني مراد. إذن رميتين حرتين للاعب سخي عاشور في هذه الأثناء. المحاولة الأولى فاشلة ثم المحاولة الثانية ناجحة. 56-54 دائما التفوق لفريق الاتحاد الرياضي للبناء. مالكي والإفراط الآن في التجديد. سخي عاشور. سخي إلى يحيى محمد. سخي من جديد تحت السلة والدور الكبير اللي يقوم به اللاعب أكتوف كمال في الرباط الدفاعي. مالكي زين إدريس. زين إلى مالكي وفيه خطأ من سخي عاشور الآن. سي عبد الهادي فهذه الاستفاقه استفاقه الاتحاد الرياضي للبناء في هذا الشوط الثاني والتفوق 56-54. فعلا كان اكثر حيويه من طرف الاتحاد الرياضي للبناء. واظن فقط المولوديه الان
ما حضرتش نفسها بدنيا، لانها اللياقه البدنيه نظن مخصوصه لهم، ولكن رغم هذا نظن اللعب مازال مستمر وباقي عاد تقريبا 10 دقائق. وانا دائما مصمم على قضيه الغلطات اللي ارتكبوها الان اللاعبين تاع الاتحاد الرياضي للبناء، وتقدر تاثر على عليهم في اخر المباراه. واحيانا بعض الاخطاء ربما في التحكيم، شوف السله هذه الاخيره اللي سجلها اللاعب يحيى محمد كان داخل بالكره، كان من الاحسن ان يقول للحكم باش تسجل، لكن يرفض هذه السله ويعطي رميتين حرتين. احيانا بعض الاخطاء ربما الحكام هذو فيدراليين، واول مقابله لهم في الدور النهائي. نظن هذه مبادره مليحه من طرف فيدراليا، ولكن كان يفكروا فيها من قبل لما يحضروا، لما يكونوا حكاميا فيدراليا نظن من قبل كانوا يحضروهم اكثر فاكثر، لان المباراه صعيبه كثير. ولهذا نشوف الان بعض الغلطات يرتكبها الحكام، ولهذا يمكن لها تاثر على النتيجه من طرف لاخر. ولهذا كانوا تبعوا التجربه تاع الاتحاد الفيدراليه لكره اليد، لانه عملها التجربه وكانت عندهم ناجحه، ولكن لما قبل ما يدير التجربه كان يفكروا فيها من اقبل كذا. اذا 6 نقاط الان تفصل الفريقين، ولصالح فريق الاتحاد الرياضي للبناء، ومعالي جعفر تحت السله يرتكب خطا ورميتين حرتين لفريق مولوديه العاصمه واكتوف فيصل. 60-54 النتيجه، 60-55. والكره دائما لفريق المولوديه بعد ما لمست اللاعب بلال زين دريس. زين الى ملكي وكره ضايعه. لاحظوا فريق الاتحاد الرياضي للبناء ربما في كل المقابلات يلعب مقابله جيده، خاصه في الشوط الثاني، ونلاحظ استفاقه اللاعبين سواء يحيى محمد او بلال. اذا تسجل هذه السله من يحيى محمد، لقلت يستفيق كثير في الشوط الثاني ويكون له دور ايجابي لفريقه الاتحاد الرياضي للبناء اللي راه متفوق في النتيجه الان 62-55 و11 دقيقة من اللعب. مالكي زين دريس لأكتوف فيصل. مالكي محاولة بثلاث نقاط فاشلة، وكرة بين اثنين بين اللاعب زين دريس ومعالي جعفر. من يخرج اللاعب ملكي في هذه الأثناء ويعوضه سليماني مراد. وخطأ، الخطأ السابع لفريق مولودية العاصمة في هذا الشوط الثاني. يحيى محمد، يحيى وأمامه جريدي. يحيى عنده تمريرات جيدة لكن ما تستغلش على أحسن ما يرام من طرف اللاعب معالي جعفر، وفيه خطأ فني على سليماني مراد، يعني الحكم زواوي. إذا رميتين حرتين لفريق الاتحاد الرياضي للبناء. وكان التحضير البدني
لعب دوره في هذه المقابلة سيما بجانب المولودية كما ذكر السيد عبد الهادي، حيث لاحظ ربما التوتر الأعصاب وهذا ناتج أحيانا عن الإرهاق البدني، في حين أن فريق الاتحاد الرياضي للبناء يستفيق في هذا الشوط الثاني وكأنه ينطلق من جديد ويواصل المقابلة وهو منتصر الآن 63-55 ثم 64-55 ويرجح الكفة لصالحه. أنا بدون شك لأن التحضير البدني كان خاطئ في ما يخص فرقة مولودية العاصمة وتأثر بدون شك عليهم، مهما التجربة نتاعهم والتجربة ما تكفيش في هذا المستوى هذا، والشباب تاع فرقة الاتحاد الرياضي للبناء غادي أظن يفوز على التجربة تاع مولودية العاصمة، ولكن المباراة حد الآن ما انتهتش، باقي عاد تقريبا 8 دقائق مهما التسجيل الأخير تاع الأخ علي يحيى، والآن نظن 66-55 لفائدة الاتحاد الرياضي للبناء، نظن على 7 دقائق اللي باقي على نهاية المباراة نظن تكون تنفع كثير الآن فريق الاتحاد الرياضي للبناء، ولو يعرف المدرب نتاع الاتحاد الرياضي للبناء باش يهدأ اللعب باش يمكن يفرض على المولودية العاصمة باش يعملوا الغلطات، وهذا نظن هام فيما يخص تسير الفرقة نتاعو آخر بحط الراي. إذن ربما المدرب طراي رابح واثق بنفسه وبلاعبيه. ربما يتبع خطة ظن محاولتين ناجحتين لأكتوف فيصل ولفريق المولودية اللي راهي منهزمة 66-57. سخي عاشور بلال 3 ثواني لمعالي جعفر وكرة لفريق المولودية، ربما بعد اقحام مالكي من جديد راح ينتعش هجوم فريق المولودية. شوف مالكي دائما يبحث عن الخطأ، عندنا 4 لاعبين في صفوف فريق الاتحاد الرياضي للبناء مرتكبين لأربع أخطاء فنية، ربما هذا راح يكون انعكاسات سلبية على فريق الاتحاد لو يواصل على نفس النسق بارتكاب أخطاء الفنية، حيث نعرف أن 5 أخطاء فنية يغادر اللاعب نهائيا الميدان. سخي عاشور، سخي يحيى محمد، يتحرك كثير هذا اللاعب. سخي من جديد إلى بلال تحت السلة، بلال نشوف الدور الإيجابي اللي يقوم به بلال الآن في الربون الهجومي في العمليات الهجومية في التقاف الكرات العالية من أمام الأخوين أكتوف كمال وأكتوف فيصل. سليماني مولاد الآن محاولة تنظيم هجوم فريق مولودية العاصمة. نشوف سليماني مولاد يقوم كما قلت في البداية تنظيم الهجوم والقيام هو الآخر بتسديدات ناجحة. سخي عاشور، سخي إلى قديوي، قديوي صلاح، ما توصلش الكرة إلى معالي جعفر، كانت ذكية التمريرة لكن تصدي أحد الأخوين أكتوف حال دون أن تصل الكرة إلى اللاعب معالي جعفر. قديوي، قديوي يحيى محمد إلى معالي جعفر،
فيه مشي بالكرة فعلا. ست دقائق على نهاية الشوط الثاني والمقابلة والنتيجة 68-61، فارق 7 نقاط ولصالح فريق الاتحاد الرياضي للبناء. يحيى محمد إلى قديوي، سخي عاشور، كل رزانة سخي عاشور يسجل هذه المحاولة 70-61. مالكي والصراع تحت السلة، سخي عاشور من جديد، يحيى محمد، قديوي رقم 13، سخي إلى قديوي من جديد، ويسجل قديوي. شوف استفاقة لاعبي فريق الاتحاد الرياضي بنا، سيما الثلاثي قديوي يحيى محمد وكذلك بلال، كان لهم دور كبير في تعميق الفارق في هذه الأثناء. إذن تسجل هذه الرمية لصالح فريق المولودية، زائد رمية حرة لأكتوف فيصل، 72-63، وخمس أخطاء فنية لمعالي جعفر راح يغادر الميدان نهائيا. أول لاعب يخرج بخمس أخطاء فنية معالي جعفر. سخي عاشور مع محاولة تهدي اللعب أمام ملكي إلى بن مومن. بن مومن تنقص التجربة الكافية في مثل هذه المقابلات، وقل دائما في غياب أشيت كريم المصاب. أشيت كريم لاعب قوي كذلك ولاعب دولي. يحيى محمد دائما حراسة مشددة عليه من طرف زين دريس، وفيه خطأ من بن مومن رقم 14. بن مومن رقم 14 نقص التجربة عند هذا اللاعب. سليماني صراع كبير تحت السلة، وملك ملكي زين دريس، زين دريس إلى سليماني، سليماني يدخل ويسجل بكل سهولة. النقطة 66-62، وحوالي 4 دقائق عن نهاية الشوط الثاني والمقابلة من هذا الدور النهائي من كأس الجمهورية بين فريقي الاتحاد الرياضي للبناء وفريق مولودية الجزائر. ويحيى محمد وبلال في انسجام كبير بين يحيى محمد وبلال محمد، وكل لاعب هو في الفريق الوطني. يحيى إلى قديوي وبلل بلل تحت السلة بعد التمريرة الجميلة من قديوي. المحاولات الآن من مالكي قصد تقليص الفارق، لكن المحاولات فاشلة، محاولات بثلاث نقاط. نتذكر أن مالكي سجل لحد الآن 3 محاولات بثلاث نقاط. يحيى يسجل، يحيى 78-66، ووقت مستقطع يطلب فريق مولودية العاصمة، فريق المولودية اللي راح منهزم في هذه الأثناء. سي عبد الهادي قبل نهاية الشوط الثاني والمقابلة بدقيقتين و44 ثانية، ماذا نستخلص؟ لا نظن الآن ترى يرابح دائما كالرداء.
واجب عليه الان باش يهدأ اللاعب نتاعو، ويمكن باش يمسك اللعب وما يكونش تسرع كما شفنا قبل. وهذا المولودية ما الشوط الثاني نتاعهم كان ضعيف 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 جدا، والحركات الفردية ما كفاتش، والتجربة ما كفاش هذا باش يفوز على هذه المقابلة، ومهما بقيت تقريبا الدقائق. ولهذا نظن هذه المباراة كانت متركزة على الحركات الفردية فقط، ما شفناش من بداية المباراة حتى الآن اللعب جماعي من الطرفين، إلا المبادرة الانيسياتيف الفردية. ولهذا نظن ما يشجعش كرة السلة عندنا في الجزائر، هذه أسف على يوسف كما يقول. لكن لاحظنا في الشوط الثاني بعض النسوج لكومبينيزون في صفوف الاتحاد الرياضي بنا، كانت جميلة سيما بين يحيى محمد وبلال، أو قديوي وبلال، كذلك سخي وبلال. كانتش كثيرة بزاف، كانوا تقريبا واحد ثلاثة أو أربع حركات جماعية، وباستثناء هذا كان اللعب كلش متركز على الحركات الفردية. ونظن لما نكونوا نشاركوا في المباراة الدولية ما ينفعوش الحركات الفردية، ضروري ومؤكد باش يكونوا تكرير تمارين 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 والعمل، لأن نظن بكل صراحة لأن الفريقين مهما الإرادة نتاعهم الإرادة ما تكفيش، وكلش متركز على العمل، ونظن المدربين ما راهمش الآن يقوموا بالعمل نتاعهم. إذا كرة السلة هي لعبة جماعية أولا وقبل كل شيء، ويجب أن يطغى اللعب الجماعي على هذه الرياضة. وفريق الاتحاد الرياضي للبناء وكأنه انطلق بنفس جديد في هذا الشوط الثاني، اللي راه متفوق فيه في النتيجة بنتيجة 80-68. ذكر أن أول تفوق لفريق الاتحاد الرياضي للبناء كان في الدقيقة 9، وإن كانت النتيجة 55-54، حيث سجل أول تفوق له. العملية 1-1 لفريق الاتحاد الرياضي للبناء، باعتبار أن فريق المولودية مرتكب لأكثر من 8 أخطاء فنية. نفس الملاحظة يمكن إبداؤها عند فريق الاتحاد الرياضي للبناء، اللي هو مرتكب كذلك 12 خطأ فني. لأن في حالة ارتكاب أحد لاعبي الاتحاد الرياضي للبناء يسمح لأحد عناصر المولودية بتنفيذ الرمية الحرة. إذن يحيى محمد ينجح في هذه المحاولة الأولى، والنقطة 81-68، ويخفق في المحاولة الثانية. سليماني اللي قام بدور كبير في هذا الشوط الثاني من حيث التسديد. قديوي وسليماني مراد. سليماني مراد يتكبل الخطأ الثالث. دائما عملية 1-1. زين دريس وخطأ من يحيى محمد ليرتكب الآن الخطأ الرابع بالنسبة إليه، والخطأ 13 بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي للبناء. محاولات قليلة بثلاث نقاط في هذه المقابلة، حيث سجلنا 3 للمولودية عن طريق مالكي، و3 لفريق الاتحاد الرياضي للبناء، 2 عن طريق يحيى محمد، و1 لبلوح. قديوي حراسة مشددة عليه يحيى محمد ثم سخي عاشور. محاولة القيام بنسوج جميلة في صفوف الاتحاد الرياضي للبناء. يحيى محمد 9 نقاط تفصل الفريقين، 81-70. وبالفعل استطاع
أن يصل فريق الاتحاد الرياضي الميناء إلى ما يصبو إليه وهو الخطأ الفني لفريق المولودية. ملكي محاولة بثلاث نقاط فاشلة. بلال بلال إلى سخي عاشور. سخي عاشور من جديد إلى قدوي لسجل النقطة 83-70. أكتوف فيصل تحت السلة 72-83. 20 ثانية عن نهاية الشوط الثاني المقابلة. محاولة كذلك تهدئ اللاعب من الاتحاد الرياضي الميناء وفيه خطأ. فيه خطأ من جانب مولودية العاصمة. ونقترب عن نهاية المقابلة وفريق الاتحاد الرياضي الميناء ضمن الفوز بهذه الكأس ليضيفها إلى اللقب الذي ناله في هذا الموسم. وهذا ما يجعلنا نلاحظ التطور الملحوظ لدى هذا الفريق في الشوط الثاني. وهكذا تتوج مجهودات أشبال طراي رابح بهذا الفوز بكأس الجمهورية بنتيجة 85 مقابل 72. إذن هكذا يضيع اللقب من فريق المولودية وكذلك تضيع الكأس. إذن هنيئا لفريق الاتحاد الرياضي للبناء بهذا الفوز بالكأس وباللقب لقب الموسم. 86 87 88 هكذا قلت تتوج مجهودات طراي رابح ولاعبيه باللقب وبالكأس كذلك. أحد الإخوة شويحة نزل إلى الميدان لتشجيع رفقائه شويحة يوسف ليظهر أمامنا. كنا قبل المقابلة شاهدنا شويحة فؤاد والدمعة تسيل من عينيه وكأنه متأسف على عما جرى من قبل وكان يريد المشاركة في هذه في هذا الدور النهائي من كأس الجمهورية. السيد عبد الحق برارحي يوزع يسلم الكأس إلى مشتغل غلمي كريم قائد فريق الاتحاد الرياضي للبناء. سيد عبد الحق برارحي وزير الشباب والرياضة يسلم كأس ثانية لمشتغل غلمي وهي كأس البطولة الوطنية. إذن هنيئا لفريق الاتحاد الرياضي للبناء بهذا الفوز وهنيئا كذلك للاعبي المولودية على اللعب اللي قدمه في هذه المقابلة. يحيى محمد وانطباعاتك الأولية في هذا اللقاء النهائي، فوز بالكأس وفوز بالبطولة. أولا اللي فرحة كثير بهذه النتيجة اللي حصلنا عليها، وإحنا يعني كنا برمجة في أول الموسم أن نأخذ البطولة والكأس، لأننا عرفنا ديناميكية بناء فريقنا، هذا فريق قوي وعنده لاعبين معروفين على كل ناحية الجزائرية. وشاهدنا أن حقيقة أخذنا الكأس والبطولة وهذا بغياب لاعبين شويحة اللي معروفين هم أيضا، وكذلك أشيد كريم. أشيد كريم شوفوا أنه مصاب. ونشكر جميع اللاعبين، لاعبين تاع ديناميكية بناء وخاصة المدرب تيراي اللي عمل كل مجهود مدة السنة كلها. ونشكر كذلك مولودية البناء اللي نعرفوه، مدينة العاصمة اللي نعرفوه، فريق قوي ومعروف على الكؤوس والبطولات الذي أخذها في المواسم الماضية. ونهدي الكأس هذه إلى فريق ويدات بوفاريك اللي كنت نلعب عنده في السنة الموسم الماضي. أشكره.